لا خير دليل على ذلك، فقد اتفق هشام عنتر ومقتدى الصدر على إرسال عصابات جيش المهدي ضمن الجيش العراقي الحالي لحرب السنة بتل عفر. السنة مولانا السيد غير نكون صريحين ضعفاء، ما يقدرون يحجون يخافون حقهم. اي بس احنا نحكي، صار سبحان الله الشيعة صارت ما عاد تقية والسنة صارت متقية. الشرطة ما يجوكم الشرطة، الشرطة من الشيعة، الشرطة 200 قصر 300 من الشيعة. انا قلت لك تريد سرايا اجز لك، بس انا اقول لك اخاف يتأذى من الوضع اكثر. نعم تريد اجهز؟ لا لا اكثر يصير ليش اقول لك انا؟ بس مستوصل بيبنون بحي الخضراء وقفوا من محافظة مع ذلك اي وقت تجي الجيش مهدي تزيد لي سيدنا انصارك ما مقصرين هناك بعد تريد ادز لك؟ لا سيدنا ما بيد بسمك مولانا. انا ليش اقول لك؟ من تضطر قل لي مولانا من واحد ما احنا محتاجين بس مؤونة وسلاح. الجيش الحمد لله عندنا. ليش ما الخدمة يعني ادخل سرية بالجيش؟ هم الاقصر يعني جيش عراقي وجيش عراقي هو صحيح. جيش العراق عن طريق الجيش العراقي هذا هو الحل. وزير الداخلية على طول شو بتعاون وياه شو يسوي له؟ ما وزير الدفاع الداخلية شو عندكم اتصال؟ ما ادري شو خبر بلاحكم اذا هذا الحظر اللي سريتي شو اسمه تحقوهم بالجيش وتدزوهم لهنا سيدنا العفو لفترة معينة يعني الان اذا الوضع يضخم سيدنا العفو كلش الجيش يهجوم سلاح خفيف ومتوسط مدة 3 شهور سالته وخلوه وبعدين يرجعون الى الجيش. احنا لا انتم تدخلون ما لكم علاقه، ابقوا بس يساعدوهم بالامور الاجتماعيه بالمعنى. انتم حاولوا تسووا شبكه.